سين، ايه اللي خلاه يفكر ويصر على قتل المجني عليها؟ جيم، عشان كانت بتهدده كتير بالورق اللي معاها. سين، ما كانش فيه طريقة تانية انه ياخد الورق والمستندات ديت من غير ما يقتلها؟ جيم، هو قال لي انه هيقتلها وهيروح ياخد الورق ده من عندها في البيت، وان عندها خزنة في البيت، بس ما قاليش حط الورق ده في الخزنة ولا لا. سين، مش كان ممكن برضو انه ياخد الورق ده من غير ما يقتلها؟ جيم، اللي انا فهمته انه كان قلقان منها تاخد الفلوس وتديله الورق ويكون معاها نسخة تانية من الورق وتفضل مهددها طول حياته، عشان كده كان عاوز يخلص منها خالص وينهي القصة. سين، انت وافقت ليه انك تشترك معاه في الجريمة؟ جيم، كنت متعشم بالمصلحة.